تستعد مملكة البحرين لاستضافة أسبوع بريف الدولي وبطولة العالم للفنون القتال المختلطة للهواة التي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر 2017، وعليه ستقام الإدارة العامة للمرور بعمل خطة مرورية للمساهمة في نجاح هذا الحدث العالمي المميز الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى. وننتقل إلى المشاهدين الكرام من خلال خطة الإدارة العامة للمرور بوضع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مدينة خليفة الرياضية، وهو شارع الاستقلال وشارع الشيخ سلمان. هذا لين بيكون هناك دوريات تراقب وتلاحظ الحركة المرورية المؤدية إلى مدينة خليفة الرياضية. وننتقل إلى الشوارع المحيطة بمدينة خليفة الرياضية، وهو شارع مسقط وشارع دمشق وشارع 1008. طريق 1008 بيكون مغلق في تمام الساعة 3 عصرا إلى الساعة 11 مساء إلى فترة انعقاد هذه المسابقة طوال الفترة. فإحنا طبعا وجهنا الجمهور إلى المواقف الموضحة في هذه الشاشة، موقف بي 1 قريب من طبعا من خلف مدينة خليفة الرياضية، ومواقف كبار الشخصيات مقابل الصالة الرياضية، ومواقف بي 2 على المقابل من مدينة خليفة الرياضية، وأيضا بي 3 بيكون مقابل الصالة للمتسابقين، هناك موقف إضافي، وهناك مواقف إضافية أخرى في مواقف الجمهور جمعية دار المنار لرعاية الوالدين، وأيضا مواقف على طريق 1008. وهذه طبعا مجمل المواقف اللي احنا وضحناها للجمهور بتكون بهذه الطريقة، وبيكون هناك شارع دمشق وشارع مسقط، هما الشارعين اللي يستقبل جميع الجماهير في مدينة خليفة الرياضية. مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المتسابقين، ونرجو التعاون من قبل مستخدمي الطريق من أجل إنجاح هذا السباق كما يليق باسم مملكة البحرين، من خلال تعاونهم مع رجال المرور ورجال الأمن المنتشرين على نقاط السباق وبالتقيد بالأنظمة والقواعد المرورية. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.